بسم الله الرحمن الرحيم. في الجزء الأخير كنا اتكلمنا عن الميكانيزم بتاعت الإبوكسيديشن، وقلنا انها concerted وستيريو سبيسيفيك ميكانيزم، وقلنا انها ما بتكونش step wise، وقلنا انها لو كانت step wise ميكانيزم كان هينتج عندنا cis و trans epoxide mixture. فلو حبينا نشوف ازاي ال step wise ميكانيزم تمشي، وطبعا هي ما بتحصلش، لكن احنا هنشوفها من باب نعرف ازاي البرودكتس كان هتختلف لو كانت هي الميكانيزم اللي بتحصل. تمام، ادي الستيب وايز ميكانيزم، ادي الالكين سي دبل بوند سي، واي سبستيتوانس عندنا، وهنفعلها مع الايبوكسايد. الرابطه الثنائيه هتفتح، والكربون هتسحب الهيدروجين، والرابطة دي هتتكسر. تمام، وطبعا هنا هيكون في بوزيتيف تشارج، يعني هيتكون كربوكاتايون انترميديت، وده طبعا اختلاف ان هنا بيتكون كربوكاتايون انترميديت، لكن في الكونسرتد ميكانيزم كان بيتكون ترانزيشن ستيت. مع طبعا الار والسي او او وعليها نيجاتيف تشارج. تمام، اللي هو بيروكسي انايون، وتبدا الاكسجين ترتبط بالكربون، بعدين الرابطه دي تبتدي تفتح، الاكسجين تسحب الهيدروجين، الرابطه دي تتكسر، وتبدا طبعا الكربون ترتبط بالاكسجين عشان يكون لنا الايبوكسايد زائد الاسيد العادي. احنا هنا لما كون الكربوكاتاين انترميديت في هنا سنجل بوند، السنجل بوند دي عندها حريه انها تعمل فري روتيشن، فبدل ما كانوا التو جروبس سيس احنا بدانا بسيس الكين. تمام، بدل ما كان الوضع بتاعهم سيس يقدر جدا يحصل روتيشن ويبقوا ترانس لبعض. فلما كون الترانس هتدخل برضو البيروكسي انايون وتهاجم الكربوكاتايون، وبدل ما كان هيدينا في النهاية سيس ايبوكسايد هيدينا الترانس ايبوكسايد. تمام، فدي فكرة ان ليه بينتج ميكتشر من السيس والترانس بسبب تكون الكربوكاتايون اللي بيسمح بفري روتيشن، فبيغير السيس لترانس فبينتج برودكت ميكستشر من الاثنين. تمام، وده ما بيحصلش طبعا، الستيب وايز ميكانيزم ما بتحصلش. بعد كده هناخد ملحوظه مهمه، هي فاكتورز افكتنج ذا ريت اوف ايبوكسيديشن. في عوامل او بالتحديد عاملين بيأثروا بقوه على عمليه الايبوكسيديشن. اول حاجه زيادة الالكترون دونيتنج جروبس على الالكين، يعني هناخد قاعدة كده نقول ان كل ما بيزيد الالكترون دونيتنج جروبس كل ما عددها بيزيد على الالكين. تمام، كل ما الريت بتاع الايبوكسيديشن هيزيد. تمام، والملحوظة التانية ان لو زودنا الالكترون withdrawing groups، زودنا عددهم على البيروكسي اسيد، يبقى برضو الريت هيزيد. من الملاحظات المهمة المثبتة ان لو عندنا الكين معلهوش اي substituent، تمام، قارنا الريت بتاع الايبوكسيديشن بتاعه مع الكين عليه سبستيتوانت واحده، فبنلاحظ ان اللي عليه سبستيتوانت الريت بتاعه اسرع من اللي معلهوش ولا سبستيتوانت بنسبه 2.4 الى 1. ولو قارناه بالكين عليه 2 سبستيتوانتس هنلاحظ الاتي، هنلاحظ ان السرعة اصبحت
500 مرة أسرع مقارنة بدي اللي معلهوش ولا substituent، سواء كانوا الـ 2 substituent على كل كربونة أو الاثنين على نفس الكربونة. تمام، وكل ما نزود الـ substituents، يعني إذا عندنا 3 substituents هنلاقي معدل التفاعل أسرع، وإذا كان 4 substituent فده طبعا بيكون أسرع بكتير. تمام، يبقى كل ما بنزود الالكترون دونيتنج جروبس، طبعا الميثايل جروب دي الالكترون دونيتنج جروب، كل ما بنزود عددها على الالكين بيزيد عندنا الريت بتاع الابوكسيديشن. تمام، فلو خدنا مثال نستفيد من الملحوظة دي، فيه ان لو عندنا المركب ده مثلا، المركب ده فيه 2 دبل بونز وعايزين نعمل له ايبوكسيديشن، فمباشرة هنلاحظ ان فيه دبل بوند عليها 2 الكترون دونيتنج جروبس والدبل بوند التانية ما عليهاش. تمام، يبقى اكيد هنتوقع ان دي هيحصل لها ايبوكسيديشن، فعلى طول هنتوقع ان الدبل بوند اللي هيحصل لها ايبوكسيديشن هي دي، لان عندها 2 الكترون دونيتنج جروبس، فهيكون الريت بتاع التفاعل بتاعها سريع جدا، فهي اللي هيحصل لها ايبوكسيديشن. يبقى هينتج لنا المركب ده وحصل ايبوكسيديشن على الدبل بوند اللي عليها الكترون دونيتنج جروبس اكتر. تمام، لو خدنا هنا امثله المركب اللي قدامنا ده هنلاقي ان فيه دبل بوندز كتيره وبنعمل له ايبوكسيديشن بالبيروكسي اسيد. تمام، طبعا لما نيجي نشوف ان في حلقه بنزين، طبعا في كونجيوجيشن بيعمل استابيليتي كبيره للحلقه، ده ما بيكسرش، يعني الدبل بوندز اللي هنا فيري ستيبل مش هتاثر بالبيروكسي اسيد. نبتدي نبص على التو دبل بوندز التانيين، هنلاقي ان في دبل بوند عندها 2 هيدروجين، تمام، وفي دبل بوند هنا عليها 4 سبستيتوانت. تمام، يبقى اللي عليها مور سبستيتوانت دي اللي هتكون تتفاعل واللي هتكون الايبوكسيديشن. تمام، فحلوها. المثال التاني هنلاقي برضو المركب بتاعنا فيه 3 من الدبل بوندز، برضو اول 2 مع بعض دبل سنجل دبل عاملين كونجيوجيشن مع بعضهم. تمام، وهنلاقي واحده ايزوليتد، والايزوليتد دي عليها 3 سبستيتوانت، فطبعا الكونجيوجيشن بيعمل ستابيليتي، فمش هتكون عندها قدره على الايبوكسيديشن، لكن الايزوليتد دبل بوند دي وكمان مع عليها 3 سبستيتوانت هتبقى معرضة للتفاعل وتقدر تعمل ايبوكسيديشن بسهولة، فبرضو هيحصل هنا الايبوكسيديشن. فحلو المثالين دول، وهناخد امثلة تانية ان شاء الله في الفيديو اللي جاي.